نحن النداء الأخير لإنقاذ جيل بأكمله. يضرب يان أولي ليندناغ من أجل سياسة بيئية أفضل، ومعه عشرات آلاف الشباب من كل أنحاء العالم. غريتا تونبيرغ ابنة 16 عاماً هي من أطلقت الاحتجاج لإجبار السياسيين على التفاوض وتنفيذ أهداف حماية البيئة. يسعى يان أولي لنقل الاحتجاج إلى بلدته في شمال ألمانيا، لذلك يجب أن يتغيب أكبر عدد ممكن من التلاميذ عن مدارسهم ويخرجوا للشارع. What do we want? When do we want it? What do we want? كان على يان أولي وجيمس حضور الدروس في المدرسة، لكن كان لديهما ما هو أهم، وهو إضراب المناخ في هامبورغ. جيل تلاميذ المدارس يتظاهر في الشوارع. قدوتهما غريتا تونبرغ هي من أعلنت عن الإضراب، ويان أولي يريد أن يلتقيها عاجلاً. من الملصقات يمكن أن نلاحظ أن كثيرين شاركوا من أجل الإضراب بحد ذاته، وليس لمجرد التغيب عن المدرسة أو فقط لرؤية غريتا. هناك بالطبع من يريد رؤيتها، لكن معظمهم خرجوا من أجل حماية المناخ. والصخب يمكن أن يكون أكبر؟ نعم، يان أولي ذو 16 عاماً وبدأ يشارك في حركة Fridays for Future منذ 3 أشهر. أسس مجموعة محلية في بلدة بينيباغ، وهو من أعضاء الفريق الأساسيين، كما يقوم بنشر الأحداث على حساب Fridays for Future في إنستغرام. كيف تسير الأمور؟ بشكل جيد، لقد حصل المنشور الأول قرابة 4000 مشاهدة حتى الآن. اسمي يان أولي من بينيباغ، سأخذكم معي الآن إلى المظاهرة في هامبورغ، أتمنى أن تستمتعوا بها. لديهم أكثر من 50,000 متابع في الإنستغرام، ويان أولي بحاجة ماسة لوضع صورة غريتا فيه، وهو يفضل التحدث إليها. لنذهب إلى حيث تسير غريتا وأود صورة معها. لإبعاد المعجبين يقوم المنظمون بحراسة غريتا التي تعتبر مثلاً أعلى للجميع هنا، وهي تضرب منذ 6 أشهر كل يوم جمعة. حصل يان أولي على صورته، كما أجرت بعض وسائل الإعلام مقابلة معها. حسناً غريتا، ما هي انطباعاتك عن المظاهرة؟ إنها كبيرة جدا، شيء رائع أن نقف إلى جانب التلاميذ الألمان لمحاربة التغير المناخي، وبتجمعهم الكبير هنا شاركوا في كتابة التاريخ، وهذه إشارة رائعة. الرجاء إفساح الطريق للسيد هنا، سيلقي خطابا. بإمكان يان أولي أن يتحدث في ختام المظاهرة، لديه صباح الجمعة عادة درس اللغة الإنجليزية، لكنه اليوم سيتحدث أمام آلاف التلاميذ. مرحبا، أنا سعيد بمشاركتي معكم. اسمي يان أولي من منطقة بينيباغ. شيء رائع أن يتواجد هذا العدد الكبير للتظاهر من أجل التغير المناخي، لكنه شيء متعب أن يتجاهل السياسيون مظاهرتنا ومطالبنا، لكنني أعدكم سننجح في مسعانا، فنحن لسنا مجرد حراك أو حركة أخرى من أجل المناخ، إننا النداء الأخير لنجدة جيل بأكمله. سياسة التخلي عن الفحم الحجري صارت استسلاما، وسياسة النقل سخيفة، وكذلك السياسة الزراعية، وسياسة الحكومة عموما لحماية المناخ تعتبر نكتة. ابتسموا. 3 2 1. مرحبا أيها الشباب، نبلغكم الآن مباشرة من القطار. خرجنا للتو من هامبورغ، وقد كانت مظاهرة ضخمة شارك فيها نحو 10,000 شخص. غريتا أيضا كانت هناك، كانت مظاهرة رائعة. سنواصل رحلتنا إلى برلين إلى مؤتمر Power On، حيث نلتقي ونتبادل الآراء مع آخرين مهتمين بحركة Fridays for Future من أجل مستقبلنا المشترك. لونا ويان وجيمس مفادون من بلداتهم إلى حركة Fridays for Future، وكثيرون يريدون مشاركتهم.
لو لم ألغي الدعوة لكنت الآن أتناول بيتزا مع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقد ألغيتها بسبب التحضير للمظاهرة. أليس هذا نوعا من أعمال الضغط السياسي؟ كانت هناك جولة نقاشات، فكثيرا ما يقومون بالجمع بين تناول البيتزا والسياسة الحزبية أو ما شابه. كانوا حتى الآن تلاميذ عاديين، لكن فجأة تم أخذهم على محمل الجد، يذهبون إلى مؤتمرات وينخرطون في أدوار جديدة. هذا إضراب المدارس. تعارف بين النشطاء حركة Fridays for Future. ماذا نريد؟ العدالة المناخية الآن. قريبون من الواقع، وهم يتعلمون هنا كيفية التعامل مع مدراء المدارس غير المتعاونين. مدير المدرسة قال إننا جميعاً سنرسب. تنتشر مجموعات Fridays for Future الآن في كل أنحاء العالم، وتنشط في ألمانيا في أكثر من 300 موقع. يلتزم جميعهم بحماية المناخ، ويلتقون هنا بأشخاص يشاطرونهم الرأي. أنا الوحيدة في مدرستنا التي تتفاعل إيجابياً وتطالب بحماية المناخ. فيما عدا ذلك يتم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحادثات الفيديو. معظمهم يتعارفون عبر الإنترنت فقط، يتحدثون في مجموعات صغيرة في نهاية الأسبوع لأول مرة عن تنظيم الإضراب والتعامل مع الصحافة أو السياسيين، ويجمعون أفكارا جديدة. بذلك يمكن التركيز في عطلة نهاية الأسبوع على هذا الموضوع والوصول إلى شيء بشكل أفضل من تبادل الرسائل عبر الواتساب لعدة أسابيع. بعد عدة أيام لاحقاً في منزل يان أولي، من المفترض أن يذاكر مادة الأحياء، لكنه يتلقى الكثير من الرسائل عبر الهاتف من أجل فعالية الجمعة التالية. إنه يعد للتظاهرة الكبيرة القادمة. الاحتجاج يجري تنظيمه عبر مجموعات الدردشة. منذ انتهاء اليوم الدراسي قبل ساعتين تلقى يان أكثر من 70 رسالة هاتفية. تشارك في 40 مجموعة؟ نعم تقريباً. لقد تلقيت على التليفون الذي أستخدمه منذ شهر ديسمبر حوالي 109,000 رسالة. خلال نحو 3 أشهر تحول يان من شاب مراهق في 16 إلى ناشط في مجال البيئة. الأمر ليس سهلا على والدته. أحياناً أسأله يان متى يمكننا تناول الطعام. في الخامسة لديه محادثة جماعية عبر الهاتف، وفي السادسة أيضاً، والمحادثة التالية في السابعة. يجب أن يكون لديه 10 دقائق للجلوس على مائدة الطعام مع العائلة. وعلى مائدة العائلة أصبح الحديث في الأشهر الأخيرة يتناول سلوكهم البيئي. تتناول الأسرة الطعام العضوي ويأكلون اللحوم مرة واحدة فقط في الأسبوع، لكن التخلي عن السيارة في حياة الريف أمر مستحيل بالنسبة للعائلة. بالتأكيد الناس تنتقدنا، ولديهم الحق في ذلك. أنا أقود السيارة كثيرا بسبب العمل. لدي سيارة كبيرة وأنا اليوم أخجل من ذلك لأنها أكبر من اللازم. من ناحية أخرى أسير 40,000 كيلومتر سنويا بالسيارة بسبب العمل. الاستعدادات تجري ليوم الإضراب الدولي الكبير. يان أولي وزملاؤه يريدون دعوة 500 طالب للتظاهر في شوارع مدينتهم الصغيرة. في هذا اليوم ستشهد ألمانيا حوالي 200 موقع للتظاهر من أجل المناخ. آلاف اللافتات تم رسمها وإرسالها. تسجيل التظاهرة والحصول على مكبرات الصوت وتوزيع المنشورات. الناشطون الشباب يقومون بذلك في أوقات فراغهم، ورغم ذلك عليهم الدفاع عن أنفسهم ضد اتهام السياسيين بأنهم لا يريدون الذهاب إلى المدرسة. معظم المشاركين في الاحتجاجات لا يريدون التهرب من المدرسة، بل يريدون الدفاع عن مستقبلهم، وهذا هو الأهم بالنسبة لهم. يهتم الكثيرون بشكل مكثف بسياسة المناخ وحماية المناخ، وما الذي يمكن للمرء فعله، وما الذي يمكن أو يجب أن تفعله السياسة.
كيف يجب التعامل مع الطلاب المضربين؟ المدارس في جميع أنحاء العالم تناقش ذلك حالياً. أيضاً في مدرسة يان أولي يناقش نفس الموضوع. في الإضراب الأخير غاب جميع طلاب القسم الثانوي تقريباً، وتعين عليهم تعويض ما فاتهم من دروس. لكن أيام الغياب لن تدرج في الشهادة. ليس كل المدارس ليبرالية هكذا. مدير المدرسة نيلس هولتهويزن يتفهم مشاركة طلابه في الاحتجاجات، لكن حتى الآن يتم الإضراب هنا كل عدة أسابيع وليس أسبوعياً. لو كان الإضراب لدينا أسبوعياً، أي لا يحضر أحد في القسم الثانوي كل جمعة، لكان علينا التفكير في كيفية التعامل مع ذلك. أعتقد أن هناك حدوداً وبعدها تكون هناك عقوبات، فمن غير المعقول أن يتكون الأسبوع الدراسي من 4 أيام فقط. هناك إضراب في هذه الجمعة. في الساعة 9 يتجمع الطلبة في ساحة السوق. المسيرة الاحتجاجية سارت لمسافة 4 كيلومترات في المدينة. يان أولي يقود وينظم إيقاع المسيرة التي يشارك فيها التلاميذ والكبار أيضا. لماذا تشارك في التظاهرة اليوم؟ لأن ابنتي ليس لديها وقت. نجد ذلك صحيحاً. أتينا من بلدة بينابيرغ ومعنا مدرسون سابقون ونحن ندعم الاحتجاج. نحن سعداء لأن شبان الصغار أصبحوا ناشطين من أجل المناخ. لا تتفرج وانضم للمظاهرة. وقفة عند مدرسة بسمارك الثانوية. يان أولي والآخرون يريدون ضم بعض التلاميذ إليهم، وبالفعل انضم البعض للمظاهرة والبعض الآخر يستمتع بالاستراحة. كل شيء رائع حتى الآن وفاق توقعاتنا. لقد تزايد عدد المشاركين من التلاميذ في كل المدارس كما ترون. إنها أجواء رائعة. إنني سعيد للغاية. هدوء لو سمحتم. لقد قمنا بإحصاء سريع لعدد المشاركين. عددنا أكثر من 500 شخص. إنكم رائعون. في النهاية وصل عدد المشاركين إلى حوالي 1000 شخص. في هذا اليوم يضرب عن الدراسة التلاميذ والطلبة والكبار في 123 دولة حول العالم من أجل حماية المناخ.